ما قاله الوزيرين يعني هو مهم جدا، وهو هناك يعني علاقات متميزة، علاقات تاريخية، هناك يعني ثقة متبادلة بين الأطراف، هناك تناغم سياسي بين القيادة السياسية. ونظن أن النموذج الإيطالي هو نموذج الذي يعني يساعد الجزائر، وخاصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي مجال التكنولوجيات المتطورة في السوق الإيطالي. إيطاليا شريك في الجانب يعني الطاقوي، لكن هو شريك في الجانب التكنولوجي، وخاصة في يعني تصدير العتاد ومساعدة الشركات الجزائرية. نظن أنه هناك يعني ظرف إيجابي كبير، والجزائر ممكن أن تلعب دور لضمان التمويل الطاقوي لإيطاليا، وتلعب دور كذلك في ضمان النقل التكنولوجي ومساعدة الشركات الجزائرية، خاصة في يعني الاستقلال الذاتي في الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.